الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، المدرس في المسجد النبوي الشريف. وفي مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضل الشيخ عبد المحسن وأشكر له تفضله بقبوله دعوة البرنامج. حياكم الله فضل الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. فضل الشيخ، في الحقيقة أن لنا عادة مع الإخوة من المستمعين والمستمعات إلى أننا نعود مع الضيف إلى الوراء قليلا لنستمع فيه إلى البداية الأولى للنشأة والمولد. أين كانت فضل الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كانت ولادتي في مدينة الزلفي في عام 53 بعد 300 والألف في شهر رمضان في ليلة الأحد الثالث من ذلك الشهر، ونشأت في هذه المدينة ودرست تعلمت مبادئ القراءة والكتابة في الكتاب عند عدة من المشايخ، هم الشيخ عبد الله بن أحمد المنيع، ثم الشيخ زيد بن محمد المنيفي، ثم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغيث، ثم الشيخ فالح الرومي رحمهم الله وغفر لهم. وكذلك درست يعني مبادئ اللغة العربية وشيء من علم الفرائض على الشيخ حمدان بن أحمد الباتل إمام مسجد الجامع في الحي الجنوبي من مدينة الزلفي. وعندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية في الزلفي عام 68 و300 وألف، وكان عمري إذاك 15 عاما، التحقت في هذه المدرسة، وكان فيها في ذلك العام سنة أولى وثانية وثالثة، لأن الذين كانوا عندهم معرفة وقراءة للقراءة والكتابة جعلوا في السنة الثالثة، فأنا جعلت في السنة الثالثة. وواصلت الدراسة في هذه المدرسة حتى انتهيت من الدراسة الابتدائية في عام 71 و300 وألف. وكان عدد الخريجين أو عدد الحاصلين على الشهادة الابتدائية في ذلك العام في جميع أنحاء المملكة 16,600، هذا هو عدد جميع الخريجين في أنحاء المملكة كما هو مثبت في الشهادة الابتدائية التي أعطيت إياها. وبعد الانتهاء من الدراسة الابتدائية التحقت بمعهد الرياض العلمي، وكانت الدراسة في ذلك الوقت في المعهد 4 سنوات، فواصلت الدراسة فيه حتى انتهيت أو حتى أخذت الشهادة الثانوية. وبعد ذلك التحقت بكلية الشريعة وواصلت الدراسة بها حتى انتهيت منها أو نلت الشهادة منها في عام 79 و300 وألف. وكنت بحمد الله أول الحاصلين أو أول المتخرجين يعني في الشهادة من الكلية، كما كنت الأول أيضا في سنوات النقل الثلاث قبلها، وكنت أيضا الأول في الحصول على الشهادة الثانوية من معهد الرياض العلمي.